عسلم. هذه فيديو خاصة، في الحقيقة حبيت نعمل هذه الرسالة الصادقة من ملح التونسي إلى كل مسلم مؤمن غيور على دينه اللي هو الإسلام. أنا هذا الكلام موجه لكل المسلمين والإسلاميين ضمنهم، خاطر المسلم هو الإسلامي والغير إسلامي، والمسلم اللي يقولوا عليه معناتها مسلم متفتح، وكل المذاهب الإسلامية سواء الشيعية أو السنية. كلام وجه للجميع. يا مسلم، هل أنت عندك إيمان صادق أن إله الإسلام هو إله الكون؟ نسألك سؤال، اسأل روحك هذا السؤال، اسأل روحك، هل أنت مؤمن بذلك؟ هل أنت مؤمن بأن محمد هو رسول هذا الإله أرسله؟ تؤمن ولا متؤمنش؟ اسأل السؤال هذا لروحك. هل أنت تؤمن بالجنة والنار؟ هل أنت تؤمن بالعقاب والحساب؟ هل أنت تؤمن بالملائكة والشيطان والجن؟ تؤمن ولا متؤمنش؟ اسأل السؤال. هل أنت تؤمن إن الإسلام حق؟ كي أنت تؤمن علاش ماكش تطبق فيه؟ مانيش نحكي على السلفيين والشيعة، خاطر السلفيين والشيعة هما الوحيدين اللي قاعدين يطبقوا في الإسلام تاعهم، الباقي الكل غير يكذبوا. ونقصد هوني نوعين من الكذب، الحركات الإسلامية اللي هي الإخوة المسلمين والنهضة وغيرها وغيرها وغيرها، هم كلهم منافقين ظالمين، حاجتهم كان بالكراسي وبالسياسة وكل شيء. وطبعا نقول لكم علاش، كلهم هذوم كلهم ما يهمهمش لا في الإسلام لا شيء. أما النوع الثاني هم عامة الناس اللي هم أكثرية، اللي هم يؤمنوا بهذا الشيء كله وما همش يطبقوا في الإسلام، وأكثرها هذوم هم اللي ينتخبوا النهضة والإخوان على خاطر هم منافقين كيفهم. نفس الشيء، راهو الإسلام واضح، راهو الإسلام واضح، هو الإسلام القرآن يقول لك. اسمعوا الآية هذه اللي تقول لك، فهمت، إن إله الإسلام ما يقبل كان الإسلام. اسمع الآية، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما يحتاج هذه تفسير، اللي يقبل غير الإسلام راهو خاسر، حكايته فارغة كيف وكيف الكيف. وهذه الحركات الإسلامية اللي تقول لك لا نطبقوا بشوية بشوية ونعملوا دستور وكذا، يا ولدي يا أخي احنا توا في عهد قبل الإسلام في الجاهلية باش نطبق بشوية بشوية. ما هو محمد كمل الرسالة متاعه وقالها بكل وضوح، فهمت، وفي آية قرآنية، اسمعوا الآية القرآنية، اسمعوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الإسلام كمل، ما فماش هذا بشوية بشوية، ما ليش في عصر الجاهلية هذيك الاتجاه الإسلامي والإخوان يقول لك بشوية بشوية ويا نتناقش وكل شيء، هذيك كلها بشي ما هتلوكم بشي تمنيكوا عليكم وقعوا. إذن أيها المسلم، هنا نتكلم بصفة عامة، المسلم العادي، هذا المسلم العادي اللي فما منهم ياسر يمشوا ينتخبوا النهضة وينتخبوا الإخوان، شنو تنتظر باش تطبق إسلامك؟ شنو تنتظر؟ عندك حلين، يا أما تطبق الإسلام يا أما تلوح عليك هذا الزبل. لوح عليك يا أما تطبقوا. راهو المسلم هي الذي لا تلومه في الله لومة لائم، شبيك خايفة؟ راهو الإسلام يحب المؤمن القوي ما يحبش المؤمن الضعيف، راهو المسلم إن رأى منكر يغيره بيده بالسيف، بالسيف يغيره، وإن لم يستطع فبلسانه، وكان من الجمش قلبه هذاك أضعف الإيمان. والإسلام ما يحبش العبد اللي ضعيف الإيمان. يا مسلم راجع روحك، هل أنت مؤمن صادق ولا كذاب؟
انت راك تؤمن والاسلام بتاعك قال لك ان الحياه هذه لهو ولعب، راهي حكايه فارغه باش تعيش 50 40 60 30 سنه، راهي حكايه فارغه، وراهي الاخره هي دار المقام، هي الخلد الابدي. اذا هذه الدنيا حكايه فارغه، حكايه فارغه ما لازمكش تفكر فيها، الدنيا هذه لو حاليك باش تعمل بيها، خلي العباد اليوم بالدنيا يعيشوا فيها. علاش قاعد هون؟ اش تعمل يا مسلم؟ راو نتكلم عن المنافقين هوني اللي معناتها يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يفسروا الدين على هواهم، راهم في الدرك الاسفل من النار، راهم بالدرك الاسفل من النار. وراه المسلم اللي يؤمن بالله ومحمد هذا وبالقران وبكل هذه الاشياء اللي في الاسلام وما هوش يطبق في الاسلام نتاعو يعتبر عاصي كابليس، وابليس سوف يخلد في النار. علاش؟ على خاطر يعرف على حسب الروايه الاسلاميه يعرف الله وما هوش يطبق وعصاه في اوامره. اذا انت كيف كيف؟ المسلم يا اما منافق يا اما عاصي. ارجع لقرانك، اقرا قرانك وافهموا، افهموا، ارجعوا لعلمائكم. صحيح ما تنجموش تفسروه بغير علم، ما تبعوا شيوخكم اللي يقولوا لكم هاو الاسلام، ما تتبعش المنافقين نتاع الاخوان المسلمين والنهضره ويتمنيكوا عليكم وكل قرضاوي البهيم هذاك عاي الشيخ على روحه وانتم تبعوا فيه. هاو باش نقول لك انا دينك شنو يقول في المساله هذه بصفه عامه، فهمت؟ باش تفهموا، فهمت؟ شنو يقول الرب؟ اسمعوني شنو يقول الرب؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما ارتابوش، ما شكوش، عندهم إيمان قوي وصحيح، شو عملوا هذوما؟ شكون هم هذوما؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لازم تجاهد بأموالك ونفسك وكل شيء. أولئك هم الصادقون، يعني واضح شكون هو المسلم المؤمن الصادق. هو الانسان اللي يؤمن، فهمت، باله محمد وان محمد رسول والقران وما يشكش بالكل في هذا الشيء، وفوق هذاك الكل ايمان نتاعو يخليه يجاهد بامواله ونفسه في سبيل الله. علاش هنا القران يكذب؟ وتقال هذه الايه ولا اله الاسلام يكذب؟ قولوا لي ترى، حاولوا افهموا، راهو اله محمد كيما محمد تاجر، فهمت، يحب يشري عباد، يحب يشريهم ويشري من عندهم الدنيا نتاعهم وانفسهم واموالهم وكل شيء ونساءهم وكل شيء، ويعطيهم في المقابل الجنة. مش كلامي انا، فهمت؟ يا اما تبيع لهذا الاله اللي تؤمن به، يا اما سيب عليك، قول له يا سيدي مانيش بايع، يفتح الله كما يقول، ما تبيعلوش. علاش تكسر في راسك؟ شو يقول القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واضحة الآية، فهمت؟ يعني مفهمش حتى عذر باش تجي تقول لا وما لا وما لا. يا مسلم راك وقتها تقبل باش تكون مسلم، راك لازمك تستسلم للي قاله لك الله وقاله لك محمد، ولازمك تبيع روحك، تبيع روحك. شو يقول القرآن؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق، حق هذا فمش لا، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم، فافرح بالبيعة نتاعك اللي عملتها، ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. إذا أيها المسلم ماذا تنتظر؟ شنو تستنى باش تموت في سبيل الله؟
علاش غردتك الدنيا هذه؟ ها راهي 40 60 70 سنة حكاية فارغة، راه عندك جنة عرضها السماوات والأرض، ولا تتمني يكون على إلهكم وتتمنيكوا على أنفسكم؟ راهو الإسلام محارب يحب الحرب، راهو إله الإسلام إله محارب يحب الحرب ويحب اللي يموتوا على خاطره، هذه واضحة. إله الإسلام إله محمد راهو يموت على حاجة اسمها حرب. شنو يقول هو؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني يحبهم كي يبدأوا مترصفين هكا ويبدأوا يموت واحد ورا واحد واحد ورا واحد واحد ورا واحد، ويبدأ الشيخ فوق العرش بتاعه. هذا هو إله الإسلام. علاش تحبوا تشري تحبوش تبيعوا دنيتكم بآخرتكم؟ ما تحبش تبيع دنيتك؟ ما تحبش تبيع روحك؟ ما تحبش تبيع حياتك؟ اش تستنى؟ اش تستنى؟ شو يقول القرآن؟ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب سوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني مش مشكلة تربح ولا ما تربحش، المهم تموت، المهم تموت في سبيل الله، راهو باش يكون عندك ثواب ما تصوروش بالك. أيها المسلم، ما تكونش خواف وجبان، راك أنت مؤمن بإله، إله عظيم وإله جبار، إله متكبر، إله ما في كيفه حد. راك وقت تموت من أجله ما تموتش، تقعد حي. هو يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. علاش خايف منه؟ راك باش تقعد حي أنت كي تموت، كي تموت في سبيل الله تقعد حي، بينما كي تموت عادي لا. فهمت؟ افهموا يا جماعة، افهموا، راهو إله الإسلام قائد جيش وعنده أهداف، كل قائد جيش عنده تكتيك وعنده استراتيجية وعنده أهداف. شنو هي أهداف إله الإسلام؟ واضحة في القرآن. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. بالنسبة لي هو برك على حق والباقي كل على باطل، ولازم يقطع لهم الدابر متاعهم يخلي فيهم شيء. هي أخرى، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني كل واحد ما هوش مسلم يعتبر مجرم، هو برك مش مجرم، هو على حق مش مجرم، أما الباقي كل مجرمين. يا مسلم، أنت تؤمن أني الإسلام حق وأن القرآن حق؟ الكلام هذا كذب، كذب. راه هو بيدو القرآن يقول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم، آمنوا خير لكم، تعرفش معناها الإيمان يعني تبع حبابي كل. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني راك باش تكفر، راهو الجماعة اللي باش يؤمنوا بيه راهو باش يقتلوكم ويفنيوكم على آخركم. هو يعرف، عليم حكيم، يعرف شنو يعمل. يا مسلم، راهي أهداف الإسلام وإله الإسلام هي السيطرة على العالم كله، يمنع أي اختلاف، ما يمنش لا بحرية ولا بديمقراطية وبلا حق الاختلاف ولا حتى شيء. هذيك الحكاية ما يؤمنش بها، يؤمن بالتسليم والاستسلام والقضاء على كل من خالفه مهما كان. واضح عذر شو يقول هنا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني رغم أنفكم يلي ما كمش مسلمين، راهو الإسلام باش يولي هو الدين الوحيد والباقي الكل باش تفنى. محمد قالها قبل ما يموت، لقد طهروا جزيرة العرب من المشركين، قالها واضحة. والقرآن قالها، راهو باش يطهر الأرض من كل المشركين. يا مسلم، أنت تؤمن بأن الإسلام حق وأن غير الإسلام باطل،
انت، هذه واضح يا مسلم. انت تؤمن ان الاسلام حق وغير الاسلام باطل، كما يقول القران: قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. واضحه الحكايه، واضحه. يعني كل ما هو غير اسلام هو باطل. شبيك يا مسلم يا اخي تشكك؟ ما تخليهمش يلعبوا بمخك، ما تخليش الحركات هذه الاسلاميه تلعب بمخك، ما تخليهمش يفتنوك. راهو يقول القران زاد، ما خلى شيء، القران في كل شيء، حضر كل شيء، القران حضر كل شيء، كل اساليب الحرب وكل اساليب محاربه الاعداء وكل شيء حضر. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله عليك. بالك بالك لا يفتنوك ولا يلعبوا لك بمخك. هو حضر محمد قبل ويحذرك انت يا مسلم، اتبع رسولك والهك وما تاخذش غيره اولياء. وانت تعرف شنو يقول القران في المساله هذه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولاهم منكم، كما حركه الاتجاه الاسلامي والاخوان وكل شيء، نعم، فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الحركات الاسلاميه اللي ظهرت كلها واللي ينتخبوهم كلهم راهو ظالمين. اللي في الكرسي هذه الحركات تنافق من اجل الكرسي، واللي ينتخبها ينافق من اجل ما يطبقش الاسلام الحقيقي. يا مسلم راهي المساله واضحه، راهي المسألة واضحة ما فماش أوضح منها. راه الإسلام يأمرك باش تقتل كل الكفار حتى يكون الدين كله لله. هذا الشيء يقولون: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. بهذه آية مذكورة في الوقت ذاك، لكن نفس الشيء أرجع للتفاسير. يعني المسلم لازم يطهر الأرض، لازم يقعد كان هو وحده. يا مسلم راك ما تنجمش تحقق هذاك الشيء كان بالجهاد في سبيل الله، في سبيل ربك. وراه الهدف هو انك تحكم حكم الله. راه النص على ان من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر وظالم وفاسق. كما في الايات هذه اللي يقول فيها: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. شوفوا النهضة تناقش في الدستور، تناقش في الدستور، تتمنيك تتمنيك قلت لك ليه شوية شوية وتو كذا وتو نتفاهم بشوية بشوية نطبقوا الإسلام. يا نهضة يا أخي العبيد بهايم، رانا مانيش في عصر الجاهلية. راهو محمد قال: اليوم أكملت لكم دينكم. راهو الدين واضح، يا اما تطبقوا الشريعه وتطبقوا الاسلام كما هو بدستور اسلامي، يا اما يزيهم التمانيك على العباد وخليه العباد اللي يحبوا يطبقوا الشريعه هما ياخذوا بلاصتكم. كان انتخبهم الشعب، يا شعب اللي تنتخب في النهضه، راكم كان تنتخبوا النهضه، راكم تتمنيكوا على رواحكم، تتمنيكوا تنتخبوا في عباد كفار وظالمين وفساق، خاطر كنتوما بيتكم كفار وظالمين وفساق. كان تحبوا تنتخبوا انتخبوا السلفيين اللي باش يطبقوا لكم الاسلام الحقيقي، واللي يحل فمه ويكسروه له. يا اخي شبيكم يا اخي؟ القران يقول: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما حاجه احسن من الحكم هذا للمؤمن؟ انا نحكي مش كيفاش تقبلوا حكم غير حكم الله. يا اخي هو عاود يقول: افا حكم الجاهليه يبغون. شنو هذا؟ شنو الحالة حليلة؟ طبقوا الإسلام نتاعكم يا شعب. لو تحب تنتخب ما تنتخبش النهضة، انتخب السلفيين. ماك تحب الإسلام تنتخب السلفيين، هذاك هو الإسلام الحقيقي. كيفاش تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. راهي الحركات الإسلامية هذيك ماهيش مسلمة، وما تغركمش هذيك الحركات الإسلامية. حاولوا باش تفهموا هذه المسألة. راهو القرآن يقول لكم انتوما باش تورثوا الأرض ومن عليها، مش انتوما، الصادقين والصالحين.
ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شكون الصالحون؟ صاحب حركة النهضة ولا الإخوان؟ لا، هذوك حكاية فارغة. وإنما على حسب الإسلام اللي باش يرث الأرض هما يا أما السلفيين يا أما الشيعة. يا مسلم، يا مسلم، تبع دينك بالكدا ولا سيب عليك. نقولها لك بكل صراحة، يا أما تطبق الدين نتاعك كيما قال لك قرآنك وكيما قال لك إلهك اللي تؤمن به، وتبيع روحك وتبيع أهلك وتعطي فلوسك في سبيل الله ولو حريك من الدنيا هذه شنية 20 50 60 سنة 100 سنة حكاية فارغة، وبرا الجنة عرضها السماوات والأرض وأنهار حوريات وشيخات. نتكلم عن رجال النساء ما عندهم حتى شيء في بالي، فهمت؟ وانتخبوا في الانتخابات القادمة السلفيين. انت نهضة علاش بتحبش تعطي علاش انا اخيرا وقت خرجوا قالوا السلفيين جماعة انصار الشريعة ارهابيين، كنت نحكي مع احد من انصار الشريعة قال لي شفت كيفاش النهضة كافرة ومنافقة؟ قلت له ايه بالحق كافرة ومنافقة، انتوما اللي على حق وهما اللي على باطل، مش على حق حق يعني، على حسب الاسلام انتوما مسلمين اكثر منهم. أما قلت له حد نسألك سؤال، قال لي شنو؟ قلت له أنت تقلقت كي هما صنفوكم إرهابيين؟ قال لي إيه كيفاش صنفونا إرهابيين؟ قلت له لكن القرآن بتاعكم يقول لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، راهو هما راهو عملوا لكم ميسان شرفوكم، على خاطر المسلم لازم يكون إرهابي، القرآن يقول لك لازم تكون إرهابي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون. راهو الأحاديث تقول لك معناتها نصرت بالرعب، الجنة تحت ظلال السيوف. راهو شو اسمه خالد بن الوليد وقت مشى بشحار الفرس قال أني أتيتكم بقوما يحبون الموت كما أنتم تحبون الحياة. راهو المسلم مجعول في الدنيا هذه باش يحارب ويقتل، يقتل ويقتل في سبيل الله لكي يدخل الجنة عرضها السماوات والأرض، ويكون كيف وكيف الأنبياء كيف وكيف الرسل ويشيخ في الجنة هذيك. إذا إيش تعملوا بها الدنيا هذه؟ تلاوى حبيكم حاجتين، نكلم أنا بالمسلمين بصفة عامة، يا أما تكونوا سلفيين وتنتخبوا السلفيين في بلدانكم، يا أما تكونوا شيعة وتنتخبوا الشيعة بينكم بعض طوي يحاربوا مع بعضهم ونشوفوا شكون اللي باش ينتصر، هو اللي على حق وديما الحق مع المنتصر، يا أما لوح عليكم الدين هذا، لوح عليك هذا القرآن، شنية هذا؟ لوح عليك هذا الحديث والحكايات الفارغة، لوح عليك هذا الإله المجرم الجبار المتكبر المتعالي، لوح عليك هذا الإله المحارب، نح عليك هذا الإله وهذا الدين العنصر النازي، لوح عليك من هذا وحرر مخك، ولوح عليك من الإسلام والاستسلام واخرج من هذه الغمة، من هذه الكربة، هذه الأمة اللي ما واحد نشوف فيها كده. راه اسمعني، الوجود في الغمة هذه وهذه الأمة يا أما تموت يا أما أخرج منها وتبرأ منها وتبرأ من كل أعمالها ومن كل كتبها المقدسة وغير مقدسة، فهمت؟ وحرر روحك وشارك مع البشرية، شارك مع البشرية في تطورها وحضارتها. راهم هذوما ضد الحضارة وضد التطور وضد الحرية وضد الديمقراطية وضد المرأة وضد لا ديفيرونس والاختلاف، ضد كل شيء، يحبوا كان فكرتهم فقط. لوح عليك من هذا الكل وكون إنسان. راهو أفكارهم جامدة، تعرف معناها جامدة ما تتبدلش، ما جاءكم به محمد فخذوه هكا هو هذاك هو، وتعرف انتم اللي ما يقدمش يوخر. هما عندهم أفكار مقدسة لازمهاش تتمس، إله ما يتمسش، رسول ما يتمسش، كل شيء ما يتمسش، لازمكم تبعوهم وتبعوا العلماء نتاعهم وتكون معاهم واللي يقولوا لكم اعملوا. لو حليك من القراوي وكل جميع المنافقين وراشد الغنوش المنافق وكلهم، وهذا كان الاخوان المسلمين اللي كلهم حكايتهم فارغه.
كلهم حكايتهم فارغة، تبعوا السلفيين ولا تبعوا الشيعة، واضحين هذوك. رغم اللي معناتها أنا معناتها ضدهم ونحاربهم بكل الطرق، لكن على الأقل واضحين وما همش منافقين، وتعرف راهو المنتصر هو اللي يكون صادق حتى ولو كان على باطل. واحد يبدا صادق فكره مع روحه وحتى هذه الفكره مدمره، فهمت، ينتصر على المنافق، لان المنافق معناتها انسان ما عندوش مبادئ. واغلب المسلمين 80% من المسلمين توا منافقين. علاش؟ خاطر عندهم مشكله من بين الوعي اللي وصلوا له والتطور الانساني والحضاره الانسانيه وحبهم للحياه، ومن بين ما يامرهم الاسلام. اذا يا اما يعمل واحد ما يعرفوا حتى شيء على الاسلام، يطفي رواحهم ويقول لك احنا مسلمون موديري ومسلمين معناتها متطورين ومتفتحين وكذا، فهمت، وبعضهم مثلا زعما هكا ينتخبوا النهضه على خاطر يعرفوها منافقه وما تحبش تطبق الاسلام وكل شيء. واما اللي يطبقوا في الاسلام الحقيقي هما قله. نظن هذه الفكره واضحه يا مسلمين بصفة عامة، وأنا نحكي خاصة عن التوانسة وكل الدول العربية الإسلامية بصفة عامة، مع التوانسة بصفة خاصة. يا توانسة يا أما تلوحوا عليكم هالقرآن وهالحكاية الفارغة وهالأحاديث وتنحيوك الجوامع، خليوا 4-5 جوامع في كل بلاصة بشكل يحبوا يصلي ويصليوا، فهمت، والباقي الكل ردوهم مراكز اجتماعية، ردوهم مراكز اجتماعية ولا مراكز تواصل وكل شيء. راهو لا يمكن أن دولنا تتقدم كان ما تعملش فاصل مع الماضي، فاصل مع الماضي، نهاية مع الماضي، وتقوم ثورة دينية. مش يعني احنا ضد الأديان، كل يحب يؤمن، لكن لازم نعمل ثورة دينية، ثورة ضد الدين، فهمت، يتلوح هذا القرآن، يتلوح هذا الكل، ويتنحى هذا جامع الزيتونة، ويتنحى كل شيء، فهمت. يمكن نخلي بجامع كي جامع القروان، يعني تذكارك هو اللي يحب يصلي فيه. كما في اوروبا وقعت ثوره ضد الكنيسه، نفس الشيء لازمها توقع ثوره ضد الدين، ثوره جنسيه وثوره دينيه. يعني بدون ثوره جنسيه وثوره دينيه لا يمكن ان نقطع مع الماضي وندخل في مرحله التطور ومرحله التحضر ومرحلة الإنسانية، ونشارك وقتها البشرية في كل المنجزات اللي احنا نعيش فيها توا. نظن الفكرة واضحة، وهذه عبارة على فيديو خاصة، رسالة من ملحد تونسي إلى كل المسلمين. فكروا مليح وشوفوا، كان انتوما مسلمين طبقوا إسلامكم، كان ما تنجموش تطبقوه تشوفوه معناتها مستحيل تطبقوه، وانتوما وعيكم وفكركم أصبح أرقى مما جاء به الإسلام. لوح عليكم هالدين هذا، فهمت، وتحروا منه وكونوا بشر كما بقية البشر فوق هذه الأرض، وشاركوا في التطور وشاركوا في تقدم البشرية. ومع فيديو قادم المرة الجاية باش نبداو سلسلة تاع فيديوهات، معناتها باش نبداو سلسلة يمكن نهار اثنين ولا نهار ثلاثة، نبداو سلسلة تاع فيديوهات باش نحكيو على المرأة في الإسلام على حسب القرآن والسنة، ونواصلوا في الفيديوهات الآخرين. أما هذه غير فيديو خاصة وعامة باش نقول للمسلمين أعرفوا دين ربكم وبالسلامة.